بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه ما بعد تغني إن شاء الله تعالى ويديش تولير دو نواقد الإسلام وشت الله جينا حدينا إسلام دين دو وشت الله بلخش دو خشوا حق داشا قوة خشوا حقنا شهر جينا وشو الله قنية بولسنا غا إتهم دو قوة حقنا غا دلها إتنا الله صود إش دين دو خشت الله بلخش دلها قوة إش إت الحق دره بعن هدو ایتوما چو کرد چو لاد میش خلر بعن دوش چو نخ تو چلیکش خلر بعن دوش حقنا دخوش انشالله تعالی دعدیش دادونی دو خواه چو خاطر لقا هر نواقد چند عاموش یو ال ایتونا استیم شو بودیش تون پیت هو بودی و عامر هدین دو خوش دلهمش عام در تون جواب بودو وي جين دولار حم وي تشو تليغر حم حتى نتجنبها اخ شيخ وما قالرا تعيوش رواية حتى نتجنبها ولا نقع فيها وي جين دولار حم تناخ وي تشو تليغر حم اتبلغشن فلها فائدة عظيمة هن دالش عام در وي ابلغش تنقع بخي بولش بول بايد نشبون بل هي من انفع الفوائد تو سوى وغر بوخ بول پاید بوخته همغه دقه پاید نشدوخه و همش عام درلو ای بلخش دین دوخ هشتل دوخ بخ پاید نش بوخ دوخ اینجری پاید نش بوخته همغه كما نتعلم نواقد الوضوء و ما عام در لامز دوخ هشتل همش عام دوخ و لامز دوخ هشتل همش عام دو و انت عام ده حتى لا ينتقد وضوءنا حتى لا ينتقد وضوءنا ويا لامز دوغ تدوغ ترحم ومبطلات الصلاة اشت لامز دوغ واشدل بلخشا حق دوي لامز حكرر دوغ شدل هم شا عام دوي لامز ولامز حد دوغ اشدل دول هم شا عام دوي حتى لا تكون صلاتنا باطلة ويا لامز تغل ترحم دوغن ولامز قوتش خليتر هما عام ليشتوي عن حذيفة بن يمان رضي الله عن حذيفة ديتنا حديثها مور ألا حذيفة بيمرقاش خيحتر ألا اختو كان الناس حذيفة بو قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم ناخبرون ألا اختو بيمرقا ديل أجني خيحتش عن الخير ديكو من أخوه ترسارة بس بسر همش خواه ترى ديك بلغش أخوه ترسارة بايماري ديكو من أخلات وكنت أسأله عن الشر شاخ خواهت ولدر شاخ خواه ترسنغ هو بلغش دوي تار أخلات هو همش أخلات مخافة أن يدركني شاخه تربحنا هدر إي هما دين دو غوشم دين شور ار واخشم دين لغ دياشتل هم اي هما شين تقايا شرنا قيرش شا تشو وجن قيرش خواهترون شا ديك دو تحقا اي نواقج دين دو غوشتل بلغش موغ قوش دوشتل دو تيش ايزا از حق دي دو اي دوحتا اي قوش دوشتونا القول مهت تاني دوش آلارت ومنه سب الله تعالى الله عن حلر الله دينا أعتى تواشر تعديل دينا أعتى حش دوش يرش دوش تلهم آلر أو الرسول صلى الله عليه وسلم يا بيمر حق أعتى آلر يا بيمر سنة حق يردر يا دين ويدين أخا تتواشر هو دين شر آر وخشا بولبون إز مهتا يا ميجينش تاني دايشتو إز إموديدو السحر تيقي دوشن سحر ليل در تقوى سحر لا دير جندقي والعياذ بالله ويمخش كهاء ويناخن يقاعش اوهي السحر بوال ليل بار إذا حدين دوخ واش حدين شر آر واخش هم دون باز بانشل اوغتنا ويمتا تول دعها اشتا الاعتقاد ومنه اشتا هدوغ تيش غلار دون هدوغ چوحا تا اعتقاد هدوغ ديخكن غلار دونات عن هم انت يهودرا اعتقاد حتى عن هم نغتيش غلار
اعتقاد جلب المنافع في غير الله تعالى تعديك هو تعن الله هو صح عين قيتهم لرد الله ويل خلر دك شو إذا دين دو غواشهم دونس توقع قيهم دو توقع دوغش هادين دوغش الشك في كفر اليهود عشيك ونش كان خلر جكتي هرا خريستيان ش إشا النصارى إيش تير كفر إيش كيرست بوتي يا باهت تي بوش عشيك ونش كان خلر الذين بلغتهم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمنوا به إنا بوش بأمر دعوة شك دع قيحة تلدع إيمان تدل بوش بلا ناخ تحقى خاتر دو بأمر صلى الله عليه وسلم حقي نيتي هر نواقج وينتي يجش الله يدتنا دليل هدوتي نعم كل هذه النواقض ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هو ينسى يوتر يلش الله نواقض دين دوغة اشتال بلغش بأمر حقين يوش شايرش بل كل ناقد له دليل هور ويحقير يلش الناقد دين دوغة اشتال هما تنا دليل دون من الكتاب والسنة قرآن شو سنة قال تعالى الله سيلا عوش الله الله سبحانه وتعالى آية عبوخ وكذلك نفصل الآيات لتستبين سبيل المجرمين اشتا آيات ششا بلغل دقشا بو الله حد واستقشا لتستبين سبيل المجرمين بلغل درحم سبيل المجرمين موستخي دي لموستخي ظلم دي عيس ناخ الله موستخي مسو تير بلغشا بلغل به آيات ش دي نقشا بو الله دليل شتو قرآن شو سنة وكذلك نفصل الآيات إشتا آيات دووش إردوك دليلش الله دواسي نونا قرآن سنة بايمري إدار هدر لتستبين سبيل المجرمين ظلم داي بوي كيرست ناخ شرك داش ناخ بدعات ليلو أشبال ناخ تير بالغ قوش بالت ناخ بوزت خائت بوسوب ناخ مؤمن ناخ تشو تليجت جين بولت لربلت ديكدو تولت إحا شيخ أبو هل يفرق في النواقد بين الفعل والفاعل ديكدو يناقد إي ناقد دي دين دوخ واشتدهم إي ينا إي بولخي إي بولخ بشوي جيتو يقع قاستن ببيزي ويبو إي بولخي دين دوخ واشتدهم إي دين دوخ واشتدهم ديناجي تول قاستن ببيزي نعم ولا بد تبيج تبولن بو ببيش بو قاستن لأنه ليس كل من وقع في الكفر وقع عليه وقع الكفر عليه هند ألشة من هورا كفرة تواجهة تنت كفرة تدوش تحتهم بو حكم يكافر كل شواتهم بو ما عنده قزة تنقر كفر تعبال بالي شون دلع يكافر تخلون ولا بد في تكفير المعين بالقلوشل تقوق ويتع أبردلون تقير دخوية تون حق آخر ديزة ون هو ديزة تون غير تعبال بال عدين دوغش من قيام الحجة تون دليل دعقاش نديزة وانتفاء الشبهة تون قاع يقول الشغل تع شبهة تع شيك ويلع يهما تع شيك ونشن تتويجن يتسخوش يا إنيس دوال تعموتنا بالقل تتدينا إشتو إبوال باش بلاح بالقل دديستن هربالخ كفر دهر شرك دهر دينجور أرواق شبال بوال تون ديلا تون تدن بيزا سيخوية تأييزا مسألة تاح تولت إحا ماذا ينبغي على من درس النواقي تولت إحا وين تأح هدوتي شرا وين داشن تولت إحا هر عيمان تولت إحا دويزن تولت إحا ينبغي للمسلم بسوط لغن دي عدوق أن يحضرها لر ولر اتدين دوغش تلبلغش ويخاف منها على نفس شي تارخ قيرر شي ديغنا شينت إدار إبلغش ويحذر منها إشت تارخ قبولش بلناخ لربلي ترى لرلو آلر تعدتنا أما الحكم على الأشخاص أما ناخن تحكم شت إديستر حاكيرستو مشركو مرتد وباغر إذا ويكرع بالباحث فيرجع إتحول إتمسألة ويغدر ديز إلى كبار العلماء ومحاكم الشرعية بقي عالمنا أخي يغدي أزا ديش مسألة دو إذا يكفر يشرك
تابولخ تانجير بالا دينجور ارو وشتل تانتو ده ويا تساح تحتي وغنو كافر وآلا إيش يات. وقال تعالى سيلا أول الله بوهق لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال شون تيوي نقا شوغا شاوائتنا إلش من أنفسكم شخوش عزيز عليه ما عنتم سن دزدق شنا خلش الخلو بال شون تقوش تلهمش على حريص على الستر وقز عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم ستر وقشنا دكم انا تاع ستر وقز شو دكني قاشر شو الله ريز وشطلهم قاشر اشتا رؤوف الرحيم قن هي تميؤزا مؤمن ناتان قن هي تميؤزا تان تاع ستر وقز اش نوري باخ اش بودني رسيرلون با ايوة عال شو فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو الله نقعسن إشيوغ بيرزعت أرقوبل تدح أه دعوة الدين شل دع أه بلغل دين شل دع فقل أه لق حسبي الله الله قاش ميوسون لا إله إلا هو إيوت أجا الله وحشين عبادة تحقلوش عليه توكلت أستون تبالغ بلغ وهو رب العرش العظيم يخقر يلش الله عرش ديلا أوقزة والله تعالى أعلم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.